الأهل لزرعة بسلوكيات أطفالهم، وبتشكل الأيام الفضيلة محطة هامة بحياة الأطفال من خلال مشاركتهم بطقوس شهر رمضان المبارك. صيام الأطفال خلال الشهر المبارك هو العنوان يلي راح تشاركنا فيه أخصائية التغذية إيفانا اليوسف بالإجابة على الكثير من علامات الاستفهام حول صحة الأطفال أثناء فترة الصوم. وأكيد فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا بأسئلتكم. بونجور، يسعد صباحك إيفانا. هلا وسهلا. سعد صباحك عن جديد. يعني مثل ما بنعرف الأهل دائما بيرعوا أطفالهم، بيدرجوهم بالصيام مثل ما بيقولوا، فهلا صيام الأولاد الصغار صحي برمضان؟ ومن أي عمر بتنصحي إنه بلش إنه مثلا ترعيهم الأم؟ هلا اكيد صيامهم بيكون صحي اذا بلشنا نعودهم بشكل تدريجي على الصيام. فاذا كان الطفل ما في عندنا ولا اعراض او ولا امراض ممكن تاثر على هذا الشيء، فهو كثير صحي انه بلش يصوم. اما اذا في عندنا مضاعفات او مثلا عندنا امراض عصيبه او مصاب الطفل بشيء مرض، لا نحن بنفضل ما يصوم، لانه هيك بالصيام بصير عندنا مضاعفات، فوقتها لما بده يكون مريض ما راح يقدر يصوم. بفضل نحن انه تبلش الام تعود ابنها بسن السابعه بشكل متدرج، وبالتاسعه بتعطيه كمان شوي ايام وبتحدد له كم ساعه، وبالعاشر بيكون هو 10 سنين بيكون جاهز انه يصوم. 10 سنين. نعم، اكيد بدي ارجع ذكر المشاهدين فيهم يتواصلوا معنا عبر الارقام يلي عم تظهر على الشاشه. لكل ام او لكل حدا عنده اي استفسار اكيد فيه يتواصل معنا. فانا يمكن مع بدايه الصيام يمكن بيقولوا بشكل تدريجي لازم يعني من اول رمضان لاخر رمضان شوي بيكون صار الوضع كثير منيح، كيف لازم نبلش يمكن خطوه بخطوه لنعود الاطفال وخاصه يمكن مثل ما ذكرتي من عمر السبع سنوات على مرحله الصيام؟ هلا مثل ما قلت لازم يكون اهم شيء انه ما عنده ولا مرض. بعمر السبع سنين ممكن تخليه يصوم من العصر للمغرب عن الاكل والشرب والمي يعني، بس يومين بالاسبوع. هلا بالعمر التسع سنين ممكن وقتها نحن من الفجر للعصر او من الصباح للعصر ثلاث مرات بالاسبوع. بالعاشر بقى بتخليه عمره 10 سنين انه يصوم صيام كامل كمان ثلاث مرات بالاسبوع. وقتها هو السنه اللي بعدها بيكون جاهز انه يصوم صيام كامل كل الايام. طيب خلينا نحكي عن الوجبات المهمه لازم تكون موجوده للاولاد على مائده الافطار، يعني ممكن مو اي طبخه يتقبلوها الاولاد وخاصه بيدللوا زياده من الناس. أكيد. هلا من أهم الوجبات المفروض تكون كل وجبات فيها الفيتامين د، فيتامين ب، البوتاسيوم، الكالسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، الفوسفور. ليش؟ لأنه هن أصلا بمرحلة النمو، يعني لازم بروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح بشكل كبير. ممكن نحن نلخص لهم أنه يتناولوا التمر، الحساء، بعدها الخضار اللي هي ممكن سلطة والوجبة الرئيسية. كتير كتير مهم الأطفال بيكون صحتهم منيحة، يشربوا مي كتير، يبتعدوا عن المشاريب المعروفة نحن برمضان، التمر الهندي، أمر الدين، الجلاب، هاي فيها سكر ما لهم بحاجة الأشخاص الأطفال السمان. ممكن يتناولوا الفواكه أو العصير الفواكه أو الخضار، برتقان، جزر، تفاح. كمان أما بالنسبة للأطفال النحاف كتير مهم يتناولوا خلال الإفطار أو حتى السحور المكسرات، فيها بروتينات ومعادن ونشويات عالية كتير بتفيدهم، تعطي طاقة يمكن. تمام، فبشكل عام هيك أنه ممكن يكون على الإفطار. نعم، يمكن السحور هي أهم فترة للأطفال خاصة. كمان شو هي الوجبات يلي لازم ياخدها بالسحور كرمال يمكن تقيته لباقي أيام النهار بالصيام؟ كثير مهم انه ياخذ اول شيء حاجته الغذائيه بعد عن الطبخ. مو على الطبخ اوكي، بس بنبتعد اكثر شيء عن الاكل الدسم المقالي. مثلا ممكن امه مثلا لانه صايم كل النهار تقول له ما رح طعميك الشغلات الطيبه الاكلات الطيبه، هذا اكبر غلط، مو لانه هو صايم كل النهار عشان الملح كمان. تماما، يبتعد عن الكبيس، يبتعد عن الموالح، يبتعد عن الشيبس ممكن تطعميه امه، كل شيء فيه ما رح يبتعد عنه. ممكن ياكله محل المقالي مثلا الحلو المقلي، القطايف ولا البقلاوه، ياكله رز بحليب لانه فيه حليب بياخذ الكالسيوم والرز بيشبع. كثير مهم يتناول الخضار والفواكه سواء على السحور او حتى الوجبه الخفيفه بين الفطور والسحور عشان ياخذ الفيتامينات، وفيها مي هي كثير تقيهم للعطش. يتناولوا الاكل الكثير صعب او بطيء الهضم مثل الفول والجبنه واللبن، كمان هذا بخليهم هن شبعانين لفترات اطول. طب خلينا نحكي اذا كان حدا من الاولاد عنده مثلا امتحان، عنده دورات صيفيه، عنده التزامات بالصيف، بتنصحي كمان يصوم؟ يعني عنده سباحه بتنصحي يصوم انه ولا الرياضه بتاثر على صيام الاولاد؟
لا كتير منيحة الرياضة، بس هو الشغلة الوحيدة ممكن إنه الطفل إذا حس حاله تعب أو داخ يخبر أهله، ما في مشكلة يوقف. ممكن إذا انصاب بمرض ما خلال الصيام ممكن كمان لأنه يفهموا الأهل إنه دين الإسلام دين يسر، ما نوع يسر، فإنه أنتوا معلش ما تصوموا. لا، أما بالنسبة للرياضة قبل بساعة من الإفطار منيحة للأطفال وللكبار، وبعد الإفطار بلعبوا بساعتين كمان رياضة كمان منيحة للأطفال والكبار. نعم، خلينا سوا نستقبل اتصال من ريهام من الشام. يسعد صباحك يا ريهام. صباح الخير، هلا فيكي، رمضان كريم. الله أكرم. بدي أسأل سؤال مشان صيام الأطفال. أنا ابني بيصوم وصيام عادي يعني، بس ما بيقدر ياكل وقت المغرب، بس بيشرب سوائل كثير. بدي أعرف هذا الشيء صح ولا غلط؟ اوكي ماشي، يلا هلا ايفانا رح تجاوبك. لا اكيد هو مو صح ابدا، لانه السوائل ما رح تكفي انه ياخذ المصادر الغذائيه اللي بحاجه لها واحتياجاته الغذائيه. ممكن قد ما اعطيناه سوائل رح تكون اقل، بدنا فيتامينات واملاح ومعادن. السوائل ما رح يكون فيها بروتينات وكربوهيدرات اللي هو بحاجه لها. بدك تحاولي تخففي كميه السوائل اللي عم بيشربها، تخليه مثلا ياكل شويه تمر، يقوم بعد شي 10 دقائق او ربع ساعه يرجع يتناول الوجبه اللي انت حضرتك طبختيها. تقسيم شوي تمام. طيب إيفانا، أنت مع تعدد الوجبات وتنويعها؟ يعني الأم تعرفي برمضان بتنوع الوجبات كتير، شو الوجبات الصحية للأولاد غير إنه مثلا بيحبوا البطاطا المقلية، البيتزا، بيحبوا هدول القصص التحضير السريع مثل ما بيقولوا. يعني كيف الأم فيها تجذب الولد حتى فعلا يأكل أكل صحي على الإفطار؟ بالنسبة مثلا للحلو، ببلش انه بيحب الحلو الاطفال كثير، لانه ممكن نحن خاصة الشوكولا. تمام، فول السوداني فيه طاقة كبيرة، والطفل اصلا بحاجة لهي الطاقة لانه برمضان بتنزل طاقته الجسدية وطاقته الدماغية وبتأثر على الادراك تبعه. ممكن نحن نعمل له دجاج بتبلات خاصة مشان الطبخ، بحاجة نحن للتفاح للفواكه، كل المواد بتأثر بترفع له طاقته. البطاطا بدل ما تكون مثلا مقلية دائما ممكن نعملها مشوية، فوتها بالطبخ مسلوقة، نحط لها بهارات، بجوز ما يتقبلها الطفل كمسلوقة مثل الكبار. فبهالحالة مثلا احنا بنكون اخذنا بروتينات خضار والفواكه، والطاقة اللي فول السوداني فيها بروتينات عالية وسعرات حرارية منيحة، وبكون هيك ما ناقصه شيء. فهي بمجمل وجبات ممكن تدخلها الام بتفيد الطفل. نعم، اذا الولد صار له شيء مضايق من الصيام او يمكن داخ، شو هي الاسعافات الأولية لازم الام اول شيء شو لازم تعطيه، او شو لازم تقدم له نوع من الطعام ترجع له الطاقة وترجعه شوي لحيويته؟ أول شيء تشربه مي أكيد لأنه بكون صار عنده تجفاف. بعدين تبلش له ممكن التمر لأنه شيء خفيف فيه سكريات، سكرياته بتنهضم بسرعة بترفع له إياها. ممكن مثلا شوية لبن وملح أو لبن وثوم، هي مشان إذا كان دايخ الولد أو في إعياء. وأهم شيء إذا بدك خليه يكمل الصيام لتاني يوم تأكد عليه بالسحور. أكيد. إيفانا معنا اتصال من سمية من الشام. سعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحك، تفضلي الدكتورة معك. لو سمحتي، أنا كتير عم بعطش بعد الأفطار وعم بشرب كتير مي وعم ضل ما عم بقدر أكل على السحور، شو ممكن ساوي؟ تمام، نعم. أوكي. شكرا كثير يا سمية. بديك معناتها مو بس بالسوائل بهالحاله حتضل، بديك تاكل الخضره اللي هي فيها مي، الخيار، الخس، كل الفواكه، حتى الفواكه اللي هلا الفواكه الصيفيه كلها فيها مي، كتري لنا فيها شوي. ممكن اللبن بيساعد على الارتواء، او الحليب يعني. وانت وزعيهم مو انه فرد مره، وكل مثلا عندك من الافطار للسحور 7 كاسات. بدك تخففي إذا عم تشربي منبهات لأنه بتسبب للعطش، وبدك تخفف شوية أكل إذا كان الحلو أو المقالي ممكن تأثر على العطش. نعم، أكيد متابعين يمكن معكم مشاهدين، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام يلي عم تظهر على الشاشة. إيفانا، يمكن كتير أطفال بيحاولوا يقلدوا أهليهم، بيحاولوا يضغطوا على حالهم. يمكن كيف لازم الأم تضل متابعة الطفل حتى لو أصر أنه عنده وضع صحي وأصر انه هو يصوم؟ شو لازم هون الام هي تتبع معه اسلوب، او كيف لازم يمكن تدير بالها عليه لحتى صحته يمكن ما تتراجع؟ تمام، هلا ممكن تاثر بساعات الصيام.
تفهمه انه انت هلا بعدك صغير، بعدك في عندك وضع صحي، يعني تدخل بالعقل تبعه، تقنعه بهذا الشيء انه السنه الجايه او اللي بعدها لما بتكبر بتصير بتصوم معنا. هيك وقت اذا قصرت وقت الصيام واكدت على السحور ووجباته الغذائيه تكون كل المصادر الغذائيه موجوده فيها من املاح وفيتامينات ومعادن، هيك وقتها هو بيقدر يقتنع شوي وبيصوم وما بينقصه شيء ولا يصير عنده اي مضاعفات ثانيه. ايفانا يمكن كمان ليا عم نحكي عن الاولاد اللي بيكون عندهم نظام خاص، مثلا الصبح فيقوا بيشربوا كاسة حليب، عندهم وقت مخصص للفطور الغداء العشاء، في نظام برمضان بيروح هذا النظام، كيف فيها الام تعود كمان بعد رمضان انه يرجع يتعود على هذا النظام بعد ما تخربط شهر كامل؟ هلا شو بتفوت، بتبلش تفوت الاكل بطريقه خفيفه، بدها ترجع انه هي تنيمه اذا كانوا عم يسهروا، هذا اكبر غلط كمان اللي بيعملوا تمام، لانه رح ياثر على مضاعفات الصيام عند الاطفال. بتفرد تخليه يبلش ينام بكير، ولما بده يفيق بكير اجباري رح يفيق يكون جوعان، متعود انه ياكل لانه ما تسحر صار في عنا فطور، بتبلش شوي شوي تفوت له اغذيه خفيفه، بصير بيفطر وبصير بيتغدى وبيتعشى. نعم. خلونا كمان نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. الو. الو. صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم. تمام الحمد لله. علينا وعليك يا رب. تفضلي عندك ايه، تفضلي عندك اي استفسار لإيفانا؟ تفضلي. ايه بعد اذنك بس بدي اسال، اذا طفل تقريبا بمرحله ابتدائي وكان صايم، شو هي افضل وجبات يمكن اقدم له اياها على الافطار حتى تعوض ساعات الصيام؟ نعم، نحن يمكن حكينا عنه، حكينا عنه ورح نرجع نذكر. شكرا كثير لاتصالك، ميرسي لمشاركتك، باي باي. نبلش بالتمر وبالمي، حبتين تمر، كاسة مي، شوربة اللي هي طابختها الام، سلطة، واي طبخه هي طابختها الوجبه الرئيسيه، بتعد شوي عن المقالي، يبتعد عن اذا بده طعميه حلو لبعد 4 ساعات من الافطار، فهيك بيكون اخذ المصادر، وكثير مهم انه يكون 3 وجبات خلال الصيام. نعم. طيب شو بتنصحي كمان الامهات اللي بيعانوا مع اولادهم اللي كثير بنقوا على الاكل؟ يعني مثلا بتقولي انه يبلشوا بتمر، في اولاد ما بيحبوا التمر، شو ممكن يكون البديل؟ ممكن مثلا تمر الهندي العصير. اوكي، ممكن يتقبلوا اكثر. تتحاول قد ما كان هي تقنعه، مو تجبره، اهم شيء الام ما تجبر الطفل على شيء، تقنعه انه يتناول اذا بده ولا شيء، انه اوكي بلش شوربه، بلش سلطه. ليش نحن بنفضل هدول الاكلات الخفيفه؟ لانه الجسم بيكون صايم له فترات طويله، شوي ما يصير عندنا صدمه انه صار في اكل ثقيل فجاه، بنبلش بالخفيف. ممكن الشغله الخضر منيح اذا ما بده تمر، هيك بصير عندنا عمليه الهضم وما بصير اي امساك او اي مشاكل ثانيه اللي عند الطفل. نعم. قديش مضر النوم بعد الفطور مباشره؟ كثير، لانه بيكون بلش عمليه الهضم، ما راح تكون عمليه الهضم كامله لما بده يصير في نوم عندنا، والدم اصلا بيكون كل الدم صار يتوزع بالجسم، ما راح يتوزع كمان منيح، وبالمعده خاصه لانه بلشنا ننام، فالجسم بصير عنده فعلين بدهم يركز عليهم. بس يمكن اغلب الناس هلا برمضان بتاكل بتنام، هذا اكبر غلط، بسبب بسمنه كمان وتخمه. خاصه انه بيحسوا انه بهيك استرخاء بعد وبهالشوب كمان بسبب السكر الدم. صح. شو هي المشاكل اكثر شيء اللي عم تلاحظيها هلا بمعاناه الاهل مع اولادهم او حتى مع الصايمين كلهم بشهر رمضان؟ شو هي المشاكل الشائعه اللي عم تجي لعندك؟ اكثر شيء بتلاقيهم انهم بيتسحروا بوقت قريب، ما بيطولوا قريب المدفع، هذا الشيء بخليهم جوعانين. تمام. بياكلوا الحلو، بياكلوا الموالح الكثير، هذا اللي بخليهم عطشانين وجوعانين، لانه بعد حتى الاكل الدسم بتلاقي انه بدنا ناكل وجبات عشان نشبع، هذا كله ما له فايده، بيسمن. بس طريقه المي اللي بيشربوها ما بيشربوها بشكل متدرج، بيشربوها على فرد وعي، يعني بيقعدوا مثلا على السحور او الفطور بيشربوا كثير، هذا غلط لانه رح يرجعوا يعطشوا. بتلاقيهم ما ياكلوا كثير خضار، ما ياكلوا كثير فواكه، كمان هذا الغلط بنقصه، بيصير عندنا سمنه، بيصير عندنا نقص من المصادر الغذائيه اخر رمضان، بصير عندنا مشاكل ثانيه. نعم. يمكن حالات عديده نحن عم نحكي عنها ضمن حلقات متتاليه، منها يمكن الرجيم خلال شهر رمضان. صح. وحكينا ايضا عن الاطفال وصيام الاطفال، ولكن يمكن مشكله وحده هي مشتركه، هو الشوب. يعني الشوب الفظيع يلي نحن عم نعاني منه هلا، كيف يمكن فينا هيك شوي يكون الجو اسلس لحتى تم عملية الصيام اما عند الاطفال او عند الكبار؟ كثير مهم انه ما يحق بالنسبه للاطفال، حبلش انه ما تخلي اهاليهم يلعبوا تحت الشمس، وخلال فترات اوج الشمس تكون عاليه، دائما انه يحاولوا يمشوا على الفي، يكثروا المي خلال لما بيكونوا فطرانين او على السحور، اللي كمان باكد على الفواكه والخضار اللي فيها مائيه، مثل يعني
وين في مكان بيكون بارد حاولوا، مع انه في قطعة كهرباء بس يعني حاولوا وين في رطوبة ثلاجة اقعدوا اوكي ثلاجة ممكن فريزر، او مثلا دائما تكون عندهم المراوح بهالطريقة ممكن ان يخفف وطأة الشمس. واهم شيء انه يعوضوا المي 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 كل الوقت بشكل متقطع. متقطع طبعا متقطع حتى ما تمتلي معدتهم كمان. يمكن ايفانا في كتير تساؤلات منا، قريت يمكن دراسة على اهمية الشوفان كمان، بتنصحي فيه للشوفان للولاد الصغار اذا بدهم الاهالي يعطيهم فيتامينات؟ اكيد الشوفان ولا الالياف او خبز الاسمر كتير مهم للاطفال، خصوصا الاطفال اللي معهم مثلا فقر الدم بفيدهم في كمية زنك عالية، حتى الاطفال اللي بكون بدينين كتير كتير منيح فيهم كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ممكن يحطوها مع شوية لبن وزيت زيتون، ممكن نحط بالشوربات، ممكن تنحط بالسلطة، فلا بنصحها هي والخبز الأسمر. نعم أكيد أي حدا عنده استفسار فيه يتواصل معنا وأكيد يشارك معنا بحلقتنا لليوم. كمان يمكن مشاكل كثيرة بتمرق بأوقات الصيام، ولكن كمان من أهمية الرياضة بحياة الصائم مثل ما ذكرتي من شوي. خلينا نرجع نستذكر مع بعض أي وقت هو كتير مهم انه تم ممارسة الرياضة فيه، قبل الفطور بعد الفطور قبل، خلينا نحكي عن التوقيت الصحيح. هلأ هنا فيهم قبل الفطور وفيهم بعد الفطور، بس قبل الفطور بساعة عشان الدورة الدموية تتحسن، يصير في عنا جريان للدورة الدموية، ولما بده يتناول الغذاء ما لح يتناوله بكميات كبيرة لح يصير فيه هضم. فينا بعد ساعتين من الافطار، ليش؟ لانه بكون في عنا عمليه الهضم، صار ما يصير عنا تخمه، عشان ما يصير عنا دوخه خلال الرياضه، واللي اكلنا اذا كان في عنا شيء زياده فائض من المصادر او الاحتياجات الغذائيه ممكن وقتها يحرق بالرياضه. نعم. تحبي توجهي اي كلمه او نصائح لمشاهدينا خلال شهر رمضان؟ كثير اساسي انه هن يتسحروا، ما يعملوا كانسل للسحور، لانه مثل الفطور كثير مهم. الافطار ما دائما يبلش، بس السحور له وقت معين، يعني كل ما اخروا باتجاه اذان الفجر كل ما كان احسن. يعني تقريبا هلا هو عم بيقدم على 4:30 5:15 تقريبا هيك شيء، فيفضل يبلشوا من 4 أو 4:15 يتناولوا، ما يكتروا هالاكل كثير عشان ما يصير عندنا تخمه. في شغلات معينه يتناولوها ذكرناها سابقا، على الافطار يبلشوا بشيء خفيف عشان ما يصير عندنا صدمه، ممكن يلعبوا رياضه قبل وبعد مثل ما ذكرت، وفي وجبه خفيفه بين الافطار والسحور كمان يتناولوا فيها شيء خفيف، ممكن فواكه الخضار او حتى الساندويتش الخفيف. فبهيك بيكون هن اخذوا المصادر الغذائيه واحتياجاتهم وما نقصهم شيء من الاملاح والفيتامينات. نعم نحن كثير بدنا نشكرك على كل معلومه بتقدمي لنا اياها، واكيد ان شاء الله بنتمنى انه تكون حققت الفائدة لكل المشاهدين. إيفانا اليوسف نحن كثير بدنا نشكرك أخصائية التغذية، شكرا كثير لك. شكرا لك، وأكيد بنستضيفك كمان مواضيع تانية بتهم كل الناس والمشاهدين. شكرا لك. هلا.